حضرت بوابة أخبار اليوم المؤتمر الصحفي الذي عقده منتج مسلسل في غمضة عين الفنان محمد الشقنقيري والفنانة داليا البحيري لتوضيح مشكلة تتر المسلسل التي أرسلت بين الفنانة داليا البحيري والفنان أنغام. بس أنا كشركة، أنا لما تعاقدت مع داليا، احنا بنتكلم بروفيشنال، يعني احنا بنحط على جنب العلاقات، الصداقه، الزماله، اللي ده على جنب، بنتكلم بروفيشنال. انا متعاقدت مع داليا وتعاقدت مع انغام، عقد انغام اللي عندي ما فيهوش اي بند اشترط فيه اسمها في التتر. عقد داليا هو اللي كانت شرطه من الاول، ومراتي اللي هي، لان الشركه عندي باسم مراتي وشريكي عمرو، هم اللي مضوا عليه. مضوا عليها بان داليا تبقى اول اسم. في وسط المسلسل أنغام كانت عملت مشكلة إن اسمها لازم نحط في الأول وكده، فهمناها وهم يعني، وعملنا عقد. عمرو أصر إن عملنا عقدنا ما مرضتش عليه. المهم يعني برضه بعد المسلسل ما خلص أنا كنت مسافر، لقينا التتر نزل في الشكل. هو كلمت عمرو، كلمت الـ MC وبعت لهم ميل من عندي أنا باسم الشركة، بانه يفيد ان احنا الاتفاق اللي بيننا وبين الممثلين يجبرنا ان احنا ننفذه. وانتوا جهه عرض، مانتوش جهه، مانتوش اي علاقه، مانتوش اي، مفيش مسؤوليه عليكم. احنا جهه العرض، احنا جهه الانتاج المسؤوله، علشان ما نخشش في مشاكل مع الممثلين. وغيرت التتر وبعت لهم الميل وغيرت التتر. فجاه لقيت التتر اللي موجود على الشاشه غيري بعد 5 ايام، وانا عمري ما شفت كده في حياتي في اي فيلم بصراحه. انا عن نفسي انا بريء. يعني في عرف، وفي حاجات اسمها الطبيعي. واحد من وجهه نظر كل واحد هو شايف نفسه احسن حد، وشايف نفسه انه لازم يبقى الاول. لكن في حاجه اسمها اصول المهنه، في حاجه اسمها غير بقى اصول المهنه. لو انا داخله وليا شروط معينه بعيده عن اصول المهنه، يبقى اشترط كل ده في عقدي قبل ما ادخل العمل، مش بعد ما اصور والناس تدخل وتدفع فلوس. وبعد معرفتي ان في حد تاني او البطله اللي معايا ماضيه بان اسمها الاول. طبعا انا مش هقدر الوم على الشركه المنتجه، وانا تفهمت جدا ساعتها موقفهم، لانه احنا كنا في صراع مع الزمن ان احنا نخلص ونلحق رمضان. كان عندنا امل ان احنا نلحق رمضان، ولكن للاسف من غير ما اذكر اسماء، كان في عناصر كتير لاول مره في العمل، في اكتر من عنصر، مش بتكلم على التمثيل بس. ده ادى ان في عطله جامده جدا في التصوير، وما لحقناش نصور في الاخر. كان ساعتها لما هي طلبت ان ده يتعمل وفي وسط التصوير، وهي مش حاجه اثيكال ولا حاجه بروفيشنال خالص، الطلب ده اضطروا يعملوا ده، او عمرو يعمل ده علشان يرضيها وتكمل التصوير، والناس خايفه على فلوسها. ولكن انا لما مضيت المسلسل، مضيته مع الاستاذ محمد الشقنقيري والاستاذه مروه، اللي انا بثق فيهم جدا، وانا اعرف محمد من الوسط، واعرف مروه من خلال محمد، واعرفهم كفايه ان يقول ان دي ناس اقدر اثق فيها، وناس اتمنها اللي بيقولوه هيتعمل. غير ان محمد في الوسط هيخاف على اسمه وعلى سمعته، ويوم ما ينتج لاول مره هينتج ويحافظ على اسمه قبل اي حاجه، اسمه كفنان. انت عرفتي ازاي موضوع ان الاسم مش هينزل الاسم الاول في تتر المسلسل غمضه عين؟ ما انا قلت ده اوريدي في يعني مؤتمر الصحفي دلوقتي. انا عرفت ده انه حصل خطا، وان التتر مش هينزل من اول حلقه، وانه حصل خطا، ومحمد كان مسافر وتداركوا، حاولوا يتداركوا الخطا، ولكن للاسف ده كان لازم بيبر ورك يتبعت للام بي سي، لان الام بي سي مش قناه كده كل يوم يعني بحالة او بتليفون تغير تتر يعني. فكان لازم يستنوا بالفعل، على ما البيبر ورك اخد وقته اتغيرت من الحلقه 16. في غمضة عين ده اول تجربه انتاج ليا، مبسوط بيها جدا. حاولت اعمل حاجه يعني نرد بيها على المسلسلات اللي هو الغزو التركي يعني. هو ده كان الهدف الاساسي. الحمد لله ربنا وفقني في اختيار القصه واختيار الكاست. الحمد لله ربنا وفقني ان خليت انغام توافق وتشتغل، وكانت اضافه قويه. وطبعا وجود داليا البحيري، داليا فنانه نجمه بتشتغل بتعمل اعمال لوحديها، فالحمد لله ان انا عرفت اقنعها انها تشتغل برضو معانا وتشارك في يعني في البطوله. ويمكن دوري اقل بكتير من المسلسلات انا عملتها قبل كده،
يعني في ناس كتيرة علقوا على كده لان ده انتاجك انت المفروض. فانا مش عشان انتاجي فعمل بطولة مطلقة يعني، لا بالعكس، انا بعمل انتاجي فاختار ورق حلو اكون مقتنع بيه. فالورق ده اللي عجبني وحاولت اعمله بالشكل الجديد بقى، كاميرات جديده، ميكنج جديد يعني، كاميرات جديده والصوره الجديده دي، ومخرج انا كنت متحمس له قوي سميح النقاش. فالحمد لله كل العناصر كانت كويسه، والزملاء الممثلين كلهم ساعدوا. انا في ممثلين كتير جدا 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 وافقوا بادوار اقل بكتير من حجمهم وجم عملوها، فانا مبسوط بالتجربه قوي الحمد لله. تحياتي، كانت معكم مي عبد العزيز من بوابه اخبار اليوم.